تكتمل صورة الحلم الفلسطيني بالمشاركة الفاعلة والمؤثرة للمرأة الفلسطينية، فلا شيء قادر على إخفاء نضالها وإبداعها وريادتها، فهي المناضلة والأسيرة والمزارعة والمنتجة والمبدعة في كافة مناحي الحياة الفلسطينية. يعمل المركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومنذ نشأته في العام 2003 على تمكين النساء خصوصاً في المناطق الريفية والمهمشة في النواحي الاقتصادية والاجتماعية. وكان للعمل المتراكم مع المؤسسات القاعدية النسوية والتعاونيات إبراز الأثر في تحقيق النتائج المرجوة في إيجاد البيئات الحاضنة والممكنة للنساء الرياديات. يركز المركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر مشاريعه المختلفة على تمكين المرأة اقتصادياً لتساهم وبشكل فعال في العملية الإنتاجية، ولتساهم أيضاً في دفع عجلة الاقتصاد الوطني. وهو ما حدث فعلاً مع مشروع دعم القدرات المؤسساتية والإنتاجية لمؤسسات المجتمع المدني الذي ينفذه المركز مع شريكه الاستراتيجي منظمة وي إفكت السويدية، من تحقيق نتائج وأثر واسع النطاق في الضفة الغربية وقطاع غزة في هذا المجال. أنا إنسانة بنيت نفسي بنفسي، أنا شفت إنه أنا بالوضع السياسي إحنا عايشينه والتسكير والجدار هذا كله أثر على حياتنا الاجتماعية هون، صار الإغلاق مش بس على إغلاق في على الجدار من خارج أخرى جوا بيوتنا صار في إغلاق، صارت ست بحاجة إنها تطلع تشتغل تساعد جوزها، فكرة الخياطة التطريز الفلاحي وكان بالأساس أخرى مساعدة لطالبات بالجامعة كانوا يجوا عندي على المؤسسة، كانوا دائما يحكوا لي ساعدينا معيسة خدي منا تطريز عشان إحنا نأمن مواصلات إنا للجامعة. أنا شفت حالي إنه أنا ساعدت حالي وساعدت ناس كتير بشغلي بالتطريز. لما أسست الجمعية فكرت إنه أنا زي ما أنا ساعدت حالي وساعدت بيتي وجوزي وأهل داري إني أساعد ناس تانين نفس المستوى اللي أنا تساعدت فيه. إحنا دايماً في الجمعية هون بنشتغل على تقوية قدرة الست، الست المزارعة بنساعدها بطريقة الزراعة، بنجيب لها من وزارة الزراعة ناس يساعدوها، بيجونا ناس من خارج من مؤسسات خارج بتساعدنا، المركز الفلسطيني احنا متشكره كثير لأنه باستمرار هو كنت معنا بيساعدنا، بيساعد على تنمية قدرات الجمعية، دائما بمولنا بالأجهزة بالشغلات اللي احنا بنحتاجها وخاصة التدريبات اللازمة، يعني كل ما أخذنا تدريب أكبر كل ما إحنا صرنا أقوى والجمعية نمت وساعدت نساء كثير من خلال شغلها. الصابون، التصنيع الغذائي، التطريز، وبرضو عنا الأعشاب اللي هي زي الملوخية المرمية، يعني كل الشغلات هذه إحنا نشتغل فيها. طلبنا من مؤسسة جمعية عنا في بيت جالة تعطينا مقر جنب الجمعية عشان إحنا نشتغل فيه التصنيع الغذائي، كان مقر مهجور وخربان يعني توجهنا للمركز الفلسطيني، يعني مشكورين هم اللي رمموا لنا المقر وساعدونا، يعني مزبوط قد ما أشكرهم أنا بكون عاجز عن الخدمة اللي قدموا لي إياها، ودائما باستمرار شو بدنا شغلات نتوجه لهم وبيساعدونا، يعني إحنا بنتشكرهم كثير. كل المؤسسات اللي بدي أنا أتطوع مع أنا بتطوع، فيش عندي مشكلة اليوم حتى أنا بتطوع، بس يعني بالآخر أنت بدك تعيش بدك تلاقي مدخول إلك، يعني عشان هيك أنا يعني شغل التطريز ورشة التطريز هاي يعني بعمل معها دخل إلي ولأسرتي عشان برضو أساعد حالي، لأنه من دون مادة برضو ما بتقدر تعيش. يعني أنا كثير برتاح لما أشوف الناس قدرت إنها تصير من وراء إن المساعدة اللي قدمت ليها، أنا بنبسط وبكون من جوا من داخل من جوا إنه أنا مرتاحة إني قدرت أساعد الناس. Thank you.
أنا ست بيت بالأصل، ظروفي زي ظروف باقي النساء الريفيات، ما درسناش من بداية حياتنا، إحنا مواليد السبعينات. كان المبدأ التدريس مرفوض تقريباً عند الأهالي لمرحلة الابتدائي إذا حصلناها. ظل التعليم والعمل التعاوني والمؤسساتي بدم الواحد والدراسة الأكاديمية. لحد ما كبر أولادي كان أسهل إشي إنك تنخرط بتعاونية على أساس إنك تحقق أهدافك وأحلامك اللي حلمت فيها. فشكلنا تعاونية أنا والصبايا من المنطقة من هان. منهجية الاختيار كانت من خلال قاعدة بمؤسسات، وكنا نعمل دراسة جدوى لمشروع وقاعدين نفكر إيش المشروع اللي فيه تميز. فكانت من أحد الموجودين ليش مش تشتغل بالفسيفساء اللي هي بأريحة وقصر الشام، فكانت يعني هاي هي الإشارة الأولى للمشروع. شكلنا المجموعة الحالية اللي احنا موجودين فيها بهدف أن يكون في تميز، لأن التميز ما كان موجود بمعظم مؤسسات الوطن اللي هي تعاونيات. كنا نلتقي بالمعارض نفس التعاونيات ينتجوا نفس الإنتاج، وهي كان على هالأساس ما فيش تميز بالجمعية، ما فيش قصص نجاح، ما فيش تحقيق لأهداف الأعضاء المشاركين. فكان إن لازم نشتغل إشي ضمن التعاونيات وفي تميز أكثر، فكان اختيارنا لمشروع الفسيفساء. كانت هواية وصارت يعني هي المخرج الوحيد لظروفي الحالية، أن جوزي مريض ومرض صعب وعندي عائلة، وكان كنت مضطر أني أبذل جهد أكبر. فشبكت بالزراعة اللي هي عندي قطعة أرض أنا كانت فاضية، عملنا فيها مزرعة صغيرة وحديقة منزلية، زائد أني أخذت مقصف لابني اللي هو تخرج السنة توجيهي أساس يعيل حالة ويصرف على حالة بالجامعة، زائد أن العائلة تستفيد من طاقاتها ما يكونش في عندها خمول. لما اشتغلنا بالعمل التعاوني ما كنتش عارف أن احنا راح نوصل لهالمستوى بهالسرعة. يعني كانت أول زيارة لنا إلي أنا شخصيا كانت لمصر، وكانت هاي الانطلاقة الأولى دوليا، وهاي فجرت كل الشغلات اللي جوال. المعرض الثاني كان بفرنسا، المعرض الثاني اللي هو كان بكوريا وباليابان. ولا مرة فكرنا أن نتكرم بالأمم المتحدة. لما تحكي عن جمعية بنوعمة بأريحة تتكرم على منبر الأمم المتحدة، إشي أكبر من أحلامنا. وزائد على هيك إنها قصة النجاح من هالمكان البسيط. اسمي زهرة أقرع، بكالوريوس إنجليزي مع من النجاح، من بلدة قبلان أنا إن شاء الله. تخرجت في 87، تزوجت من المرحوم سلطان في 85. بعد ما تخرجت فكرنا في مشروع إنه نبدأ في حياتنا، فكرنا في مشروع الروضة، لأنه الافتقار البلدة اللي إحنا فيها إنه لروضة ومثل هذا المشروع. والحمد لله يعني افتتحنا الروضة في 88، كانت الحمد لله بدايات ناجحة، وعملنا أنا وياه سوياً في الروضة. وبعدها في هو تعين في سلك التربية والتعليم في رام الله، وأنا بقيت في الروضة أشتغل عليها، أشتغل فيها. طبعاً كنا في مبنى مستأجر من 88 ل96. في 96 تم إنشاء مبنى خاص بالروضة وانتقلنا عليه. كل سنة كان النجاح يزيد الحمد لله بفضل الله.
وبناء على هذا النجاح احنا فكرنا في سنة 90 انه نفتتح مدرسة خاصة. استأجرنا مكان وجهزنا وقدمنا أوراقنا، لكن للأسف يعني تم رفض الموضوع من قبل سلطات الاحتلال. في 96 أيضا اشتغلت كوسيطة عمل في تشغيل النساء في الحرف اليدوية في التطريز وفي الخرز، فكان في عندي تقريبا ما يقارب 22 سيدة تعمل في هذا المجال. في 2004 كانت نقطة تحول في حياتي كبيرة، اللي هو أثر نتيجة لأنه توفي الله يرحمه سلطان نتيجة حادث سير كان أثناء توجهه إلى عمله في رام الله. هون صار في علي حمل كثير، ترك لي حمل ثقيل، لم أيأس وكرست وقتي وجهدي وكل ما أوتيت من قوة من أجل أني أبقى صامدة. هلأ العدد عندي 125-126 طالب تقريباً بعد 4 سنوات أو 5 سنوات من افتتاح المدرسة. الجمعية ساهمت في تطوير أم أحمد عن طريق الدورات اللي كانوا يعطونا إياها، فتحت آفاق عديدة وساعدتني كثير في شغلي، كمان أضفت على شغلي آفاق عديدة من كل النواحي. في 2006 تم تأسيس جمعية قبلان التعاونية للتنمية الريفية، وكنت عضو مؤسسة فيها، وكمان ترأستها لفترة لسنتين تقريبا الجمعية، وكان في إلها يعني فتحت آفاق أمامي من أثناء التدريب من أثر التدريب اللي تلقيناه، والحمد لله يعني كانت ناجحة. في سنة 2012 على ما أتوقع تم انتخاب أم أحمد كرئيسة لجنة إدارة لمدة سنتين بتوقع، وهي من الأعضاء الفاعلين في الجمعية اللي كانت من البداية معنا بالتأسيس، حضرت معنا الدورات واللي فيها تم بناء قدرات عضوات الجمعية والهيئة التأسيسية للجمعية. بدعو الله سبحانه وتعالى إنه يقدرني إني أكمل رسالتي وأحقق حلمي في تطوير مؤسستي وتوصيلها إلى أعلى المراتب.